تنتشر في مناطق ريف حمص الشمالي كثير من الألغام قام النظام بزراعتها وعيد استعادته السيطرة عليها في العام 2018، والتي أودت بحياة أكثر من 100 مدني وفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حين يقدر أهالي المنطقة سقوط 200 شخص على الأقل بسببها، ما يجعل أمر العودة إلى المنطقة مقلقا لكثير من الأهالي. ما تزال ندوب الحرب الظاهرة على جدران المنازل في ريف حمص الشمالي بسبب قصف قوات النظام وروسيا تمنع الأهالي من العودة، لا سيما أن المنطقة تحولت إلى ثكنة عسكرية مليئة بالألغام ومخلفات الحرب. مخاوف كبيرة يبديها أهالي منطقتي حوش حجة والأشرفية بسبب الانتشار الكثيف للألغام، حيث عمل النظام إبان استعادة سيطرته على المنطقة عام 2018 على زراعة آلاف الألغام في المنطقة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 مدني وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حين يقدر أهالي المنطقة سقوط نحو 200 شخص على الأقل. انتشار الألغام ليس الخطر الوحيد الذي يهدد حياة المدنيين في المنطقة، إذ تعاني جدران المنازل من تصدعات كبيرة يجعلها عرضة للسقوط في أي لحظة، حيث تم تدمير أكثر من 100 منزل وثلاث مدارس ومركز صحي، فضلا عن قبضة النظام الأمنية. ورغم انتهاء المعارك في المنطقة، فإن قوات النظام لم تزل الألغام المزروعة في المنطقة بطريقة عشوائية، إذ تبلغ المساحة المزروعة بالألغام أكثر من 250 دنما من الأراضي الزراعية، ما تسبب بحرمان الأهالي من زراعة أراضيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الأول. نناقش هذا الموضوع مع محمود سليمان، عضو تجمع أحرار سوريا، هو معنا من جرابلس. أهلا ومرحبا بك. بداية، إلى أي مدى جرب مهجرو ريف حمص الشمالي العودة إليه؟ يعني كيف رد النظام عليهم؟ نعم كريم، بالنسبة لموضوع ريف حمص الشمالي، نعم خرجنا منذ الشهر أو شهر أيار في عام 2018، يعني منذ ما يقارب الأربع سنوات حتى اليوم، يعني منذ عودة المنطقة لقبضة النظام حتى هذا اليوم، الأهالي لا زالوا متخوفون من القبضة الأمنية التي عادت لبطشها في هذه المنطقة في ريف حمص الشمالي. فلذلك يعني هنالك تخوف من اعتقالات تعسفية دائما في هذه المنطقة، وأيضا هنالك تخوف من المناطق المتاخمة لمناطق الجبهات سابقا في ريف حمص الشمالي. فلذلك هنالك كما ذكرنا سابقا تخوف من الأهالي المدنيين. هل من نسبة حتى لو كانت ضئيلة عادت إلى ريف حمص الشمالي؟ طبعا بالنسبة لريف حمص الشمالي النسبة ضئيلة جدا، يعني من عاد إلى هذه المناطق أو مناطق التي كان يسيطر عليها الثوار هي نسبة 10% فقط ممن عادوا إلى مناطقهم التي كانت بالأصل هي مناطق نزاع ومناطق حرب تحديدا. فلذلك لا يمكن أن نذكر النسبة إلا بضع واحدات كما يقال، أي ما يقارب 10% ممن عادوا إلى هذه المناطق. طيب ما نسبة الدمار برأيك في هذه المناطق، ويعني بموضوعنا الرئيسي حجم انتشار الألغام فيها؟ طبعا بالنسبة للدمار في المناطق التي كانت هي مناطق جبهات كما تعرف في ريف حمص الشمالي، نسبة كبيرة، يعني يمكن أن نقول ما يقارب 80% من المناطق دمرت في مناطق الاشتباك، حتى يمكن أن نقول المناطق في وسط ريف حمص الشمالي مدمرة بنسبة كبيرة، أي ما يقارب 50%، يعني يمكن أن نتحدث عن قرية الزعفران، يعني قرية الزعفران هي في وسط مدينة في وسط ريف حمص الشمالي تعرضت للدمار بنسبة كبيرة، أي ما يقارب 50-60% من المنازل دمرت بشكل كبير، فما بالك عن المناطق المتاخمة للجبهات في هذه المنطقة في ريف حمص الشمالي.
الشمالي، وكما نعلم بأن ريف حمص الشمالي هو منطقة يعني كانت محاصرة من قبل قوات النظام من جميع الجهات من جميع الجوانب، وكل المناطق التي كانت تحاصر وكانت تقصف هذه المنطقة، وكل منطقة وكل قرية كانت مخصصة لها كتيبة لقصفها. يعني على سبيل المثال نتحدث عن مدينة الرستن، يعني كانت تقصف من كتيبة الهندسة، ريف حمص الشمالي من منطقة الدار الكبيرة إلى منطقة الحولة إلى مناطق أخرى كانت تقصف من الكلية الحربية، أيضا الفرقة 26، هنالك أكثر من منطقة كانت أو أكثر من نقطة عسكرية كانت مخصصة لقصف المنطقة، وكان هنالك مئات القذائف في اليوم الواحد تنزل هذه المنطقة. هذا بالنسبة للقصف، يعني إذا أردنا أن نعود للحديث عن الألغام، الألغام متى زرعت يعني أو لماذا قام النظام بزرعها بعد تهجير أهلها منها؟ طبعا بالنسبة للألغام سيدي الكريم زرعت منذ بداية دخول قوات النظام أو محاصرة قوات النظام لريف حمص الشمالي، أي منذ عام 2000 أو تقريبا 2011 في نهايته، يعني منذ أن استجلبت قوات النظام الدبابات إلى المناطق المتخمة لمدينة تلبيسة وأيضا مدينة الرستن، فمنذ ذلك الوقت تم زرع الألغام من منطقة المختارية إلى منطقة حوش حجو إلى منطقة الأشرفية أيضا المشرفة عفوا وأيضا باتجاه مدينة الرستن من كتيبة الهندسة، هذه المناطق زرعت بالألغام بنسبة كبيرة جدا من قبل شبيحة النظام وأيضا قوات النظام، حتى منطقة الحولة أيضا في منطقة القبو ومناطق أخرى زرعت هذه الألغام وأيضا منطقة كفرنان وتسنين، فالألغام زرعت بنسبة كبيرة ومن زرعوها ربما منهم من قتل ولا يعرف مناطق الألغام حتى هذا اليوم، فلذلك حتى اليوم لازلنا نسمع بمقتل مدني على التخوم التي كانت مناطق جبهات في ريف حمص الشمالي. طيب لماذا لا يقوم النظام بإزالتها طالما أنه سيطر على هذه المناطق برأيك؟ نعم كما ذكرت لك النظام لا زال يتخوف من هذه المناطق من تواجد ربما خلايا تتبع للثوار، فلذلك لا زال يحتفظ بهذه الألغام مزروعة في المناطق التي كانت منطقة اقتتال ومنطقة جبهات، وأيضا كما قلت بأن بعض الألغام تم زراعتها من قبل أشخاص قتلوا نتيجة اشتباكات دارت بين الطرفين، فالألغام إذا بقيت حتى هذا اليوم لعدة أسباب أهمها أن يبقى النظام محافظا على المناطق أو يحافظ على المناطق من دخول خلايا من قبل خلايا متواجدة في ريف حمص الشمالي، طبعا هذا الأمر يتخوف منه حتى هذا اليوم. وأريد الحديث أيضا عن الألغام التي زرعت بعد تهجير الناس خصوصا في الأراضي الزراعية، ماذا حل بها؟ لا يمكن الدخول إلى هذه الأراضي الزراعية خوفا من انفجار هذه الألغام. نعم سيدي الكريم، بالنسبة للمناطق الزراعية طبعا غالبية المناطق التي زرعت فيها الألغام هي مناطق زراعية، أو ربما يمكن الحديث عن نسبة 90% من هذه الأراضي هي أراضي زراعية، فلذلك قوات النظام بقيت محافظة على هذه الألغام حتى لا يعود إليها أهلها من جهة، وأيضا لا يتم زراعتها من جهة أخرى، وكما ذكرت حتى يبقى النظام محافظا على أمن المناطق الموالية له إن صح التعبير، فلذلك الألغام لا زالت مزروعة في هذه المناطق، ونسبة الأراضي ذكرتم في تقريركم 250 دنم، أنا أتوقع أن يكون نسبة الأراضي التي فيها ألغام ربما أكثر من هذه من هذا الرقم، لأن الأراضي شاسعة، يعني إذا بدأنا من مدينة تلبيسة باتجاه الشرق حتى نصل إلى منطقة عز الدين وأيضا في مدينة الرسل وأيضا في مدينة الحولة، فنسبة الأراضي التي تتواجد فيها الألغام والتي لا يمكن لأهلها زراعتها فهي كبيرة، ومن جهة أخرى أيضا هنالك أراض أهلها لا زالوا مهجرين خارج مناطق سيطرة النظام أو ربما خارج القطر. نعم باختصار لو سمحت، يعني بخصوص الأبنية الآيلة للسقوط، لماذا يمتنع النظام عن إصلاحها وما حجم خطورتها على المتبقين هناك؟ طبعا بالنسبة للأبنية التي سقطت أو دمرت من قبل قوات النظام وبعضها دمر بشكل جزئي، قوات النظام لم تقم بإصلاحها لأنها تعجز عن هذا من جهة، وأيضا لا تصلح المناطق التي أو البيوت التي دمرتها هي بالأصل
لأنها تعتبر أن هذه المناطق هي مناطق خارجة عن سيطرتها منذ الأساس، فلذلك لا يقوم بإصلاحها. فحتى المدارس أو حتى المساجد لم يقم النظام بإصلاحها، فما بالك عن منازل المدنيين المتواجدين خارج مناطق سيطرته. فلذلك الأبنية لا زالت على حالها وبنسبة كبيرة. نعم، أشكرك جزيل الشكر عضو تجمع أحرار سوريا محمود سليمان، كنت معنا من جرابلس. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. ختام حلقة لم أشمل كل التقدير على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.